اول حاجه مقابله ما كانت سهله امام فريق اللي جريح، فريق اللي لعب لوتو بور لوتو باش يفوز. كنظن ان الحمد لله يعني سهلنا على راسنا المأمورية، يعني سيرتو انا ما سجلنا زوج ديال الاهداف. الحمد لله يعني كنشكر اللاعبين على القتاليه ديالهم، وان شاء الله كنوعدوا الجماهير ان شاء الله غنزيدوا من الاحسن للاحسن باش في اخر السنه ان شاء الله نفرحوهم ونفرحوا مجموعين لمالا ان شاء الله. شكرا.